هند بتبذل مجهود ودقيقة جدا 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 في شغلها، يعني لو شفت سكريبتات بتاعت هند تلاقي فيها. لا انا بقول ايه، بقول ايه، انا اول مرة اشتغل مع هند فمروان قال لي انت اشتغلت مع هند قبل كده، قلت له لا بس احنا اصدقاء جدا. فضحتوني. فكان اول بروف الترابيزة ده الفيل الازرق بقى. الفيل الازرق احنا اتأخرنا في الشغل مع بعض جدا، فلقيت هند داخلة والله العظيم السيناريو السيناريو عامل كده ما بين الورقه والورقه، احمر واخضر واصفر. دي بتحط ستيكرز. ايوه دي الدحيحين اللي بيحطوا ستيكرز وبيلونوا حرف الواو. والله لدرجه قلت لها ايه ده، قالت لي ده سكريبت الفيلم فشغلها يعني. ايوه بتحطي ستيكرز احمر واخضر وازرق وكده. بلون الحاله. يعني كل حاله ليها لون بالنسبه لي. فاكر فعلا. يعني كل حاله، كل فترة زمنية من الشخصية أو كل حالة من الشخصية لما بأسوسيتت للون ده بيسهل لي الأمور. علشان انتوا ما بتصوروش بترتيب الزمني السليم للفيلم، انتوا بتصوروا حسب الديكورات. وانا دحيحة طول عمري عموما. حتى في دراستي كانت الناس كلها بتاخد مني كانوا يعني كل الناس تاخد مني عشان انا بلون وبحب بغشش. لازم نقول بس قبل ما نتكلم على مروان ان لارا اسكندر ابتدت الفيلم لسه ما بتتخطب، لسه بتعرف على عريسها، خلصت الفيلم مخلفه عادي جدا. والبنت ما شاء الله كبرت يعني عشان تعرفوا الفيلم بياخد قد ايه مع مروان. لا لا بس لا ده عشان الكورونا مش عشان لا بس هو شغله بياخد وقت برضه. لا بس المره دي كانت في ظروف استثنائيه طريقه يعني على صناعه السينما في مصر والعالم يعني. بس في الاخر فيلم بالحجم ده طبعاً لازم ياخد وقت. اي حاجه اسرع من كده تبقى يعني مش هيطلع بنتيجته كويسه.